بانوراما الفيلم القصير الدولي تجربة سينمائية فريدة من نوعها، وهو مهرجان يستضيف عدة دول مغاربية وعربية لتلتقي أفلام الهواة بأفلام المحترفين في فضاء واحد. ندعوكم في جولة لنكتشف تفاصيل هذا المهرجان الفريد من نوعه. بانوراما الفيلم القصير الدولي هو أول مهرجان تونسي مهتم بالأعمال السينمائية للهواة وطلاب المدارس من مختلف الدول المغاربية والعربية كمصر والجزائر والمغرب. يشارك في المهرجان 21 فيلماً قصيراً تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية وسينما المؤلف. عدد أفلام مشاركة 21 فيلم مشارك من أفلام المدارس، أفلام احتراف وشريط أفلام وثائقية قصيرة. الدول المشاركة هما من تونس، من الجزائر، من المغرب، ومن ليبيا، وأيضا من مصر. ثم برشا أفلام وثائقية، ثم أفلام روائية، وثم أفلام سيسمدكم دانيماسيون، ثم برشا وكلهم شبان دوينسا ولا حتى الأجانب. معناتها ثم جيل جديد صنع السينما اللي حامل أفكار أخرى، عايش حامل أفكار أخرى، ثم مواضيع مختلفة مهمة، صورة جميلة وإبداع جميل. أفلام المهرجان ناقشت عدة قضايا راهنة كحرية التعبير ومحاربة الإرهاب والتطرف بالفكر والإبداع. المدارس السينمائية في تونس على اختلافها وجدت فرصة للاحتكاك وتبادل التجارب الفنية مع صناع الأفلام العرب والمغاربيين. المهرجان هذايا أنا تبعته منذ نشأته، معناتها مدة 5 سنوات، مع كمال عويج اللي هو مؤسس المهرجان. هو الفكرة هي محاولة اللقاء ما بين البروفيسيونيل وما بين المدارس السينما، أعطاء فرصة الفضاء، الفضاء يتلقوا فيه صناع ومنتجي ومخرجي الفيلم القصير. تمثل مدينة الثقافة في قلب العاصمة التونسية واحدة من أهم الوجهات التي يختارها رواد الفن السابع لعرض الأفلام السينمائية والأعمال الفنية للمحترفين والهواة على حد سواء. نجلاء بخريس، الغد، تونس.